السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم أمل نبتي في البودكاست رسالة، وين راح نرافقكم. Je vous accompagne chaque lundi, كل اثنين، afin de partager avec vous des expériences et des connaissances dans l'objectif d'améliorer notre vie et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الكاتورزيام ابيزود دو بودكاست رسالة. إن شاء الله راكم تستفادوا من هاد لي بودكاست، وإن شاء الله راكم بديتوا تشوفوا لو شونجمون بوزيتيف دون فوتر في. اليوم رايح تكون لا سويت تاع لو بودكاست باسي، اللي احنا كنا شفنا كومون فير فاس او بروبليم اي كومون لو تروفي دي سوليسيون. كنا شفنا اون ميم طون لي دو كومبيتونس كلي كي نو بيرميت دو تروفي سي سوليسيون اي دو باسي ا لاكسيون. كانت الأولى هي لا كرياتيفيتي، شفنا مع بعضنا كومون ديفلوبي سيت كرياتيفيتي، شفنا دي تكنيك ودي ميثود باش نديفلوبيوها توجور دون لوبجيكتيف باش نواجهوا المشاكل ونلقاو الحلول بسهولة. اليوم راح نروحوا لا دوزيام كلي ولا لا دوزيام كومبيتونس اللي راح تعاوننا جوستومون ابري لا كرياتيفيتي ابري زافوار تروفي دي سوليسيون باش هاد لي سوليسيون نحطوهم في الميدان. وهنايا بيان سور واش رايح يلزمنا، هنا راح تكون لا كونفيونس اون سوا. لا كونفيونس اون سوا اي لا دوزيام كومبيتونس كي نو بيرمي دو تروفي اي دو ميتر اون اكسيون لي سوليسيون لي بروبليم لي واجهونا دائما. لا كونفيونس اون سوا كنا شفناها في دي ابيزود من قبل وقلنا عليها باللي هي سي ان سنتيمون دو سيكوريتي، احساس بامان، وهذا الاحساس باش يجي مربوط باعتقادات، وثم شفنا الاعتقادات اللي مربوط بهم وقلنا كيفاش نديروهم وكيفاش نبداو نبدلوا الاعتقادات السلبيه اللي عندنا ونحطوا هذه الاعتقادات الايجابيه اللي تخلي لا كونفيونس تاعنا تزيد في روحها. اليوم رايحين نشوفوا لو دوزيام بوين اللي هو واش هما لي زاكسيون، باسكو لا كونفيونس كيما قلت مربوطه بالاعتقادات وبالافعال دي زاكسيون. دونك اليوم رايحين نشوفوا واش هما لي زاكسيون اللي يزيدونا في هذا الثقه في النفس ويخليونا نواجهوا المشاكل تاعنا ونحطوا الحلول في الميدان. نبداو اول حاجه باش تزيد هذه الثقه تاعك في نفسك، ابدا درك نقص على قد ما تقدر السنتيمون دو كولبابيليتي، تانيب الضمير، حبس ما تانب في روحك والحكم على نفسك لو جوجمون. هذو لي دو ستادير لا كولبابيليتي اي لو جوجمون يضعفوا الإنسان. ديجا هل أبسورب الانرجي تاعو بوزيتيف، اي بلوس الانرجي بوزيتيف تهبط معناتها الانرجي نيجاتيف تطلع، ومعناتها يبدأ يطلع دو دوت ويبدأ يطلع الخوف، اي بلوس الخوف ولو دوت طالعين لا كونفيونس رايحة تهبط. ما نقدرش ندير ثقة في واحد وانا نحس به في هذا الضعف وهذا الواحد اللي هو نفسي. تبدأ دركا أول شيء تكون اندولجون مع نفسك، تكون رحيم مع نفسك، أعطيها الحق باش تغلط، لانه تو سامبلومون نو سوم دي زيتر هومان، احنا كل عباد وما كانش العبد اللي ما يغلطش. وعلى بالي بلي كل على بالنا بهذه، مي المشكل في الانسان كي يكون على باله مي كي يكون في الواقع ينساها ويرجع على نفسه، علاش غلطت، علاش درت هكذا، نورمالمون ما نديرش هكذا، وهذه كلها تخلق طاقه سلبيه وتنحي لك الثقه بالنفس. على هذه اول حاجه قلنا هي نكون رحماء مع نفوسنا، نحبسوا تأنيب الضمير ونحبسوا الحكم، وفي نفس الوقت نسامحوا لنفوسنا. بلوس تكون متسامح مع نفسك بلوس نفسك حتكون مرتاحه. والانسان يبعد لكان ما يتسامحش مع نفسه امبوسيبل راح يتسامح مع الناس الاخرين. نبداو قلنا نكونوا انديوجو معها، رحماء، نسامحوها، نسمحوا لها بالاخطاء تاعها، نتعلموا من الاخطاء لانه ما كانش حاجه تجي هكذاك، ما دام غلط نتعلم من هذا الغلط. ونبداو ثاني نركزوا على واش عندنا كاشياء ايجابيه، واش عندنا، واش هما لي كاليتي تاعنا. ابدا ركز على لي كاليتي تاعك، فتش عليهم، القى لي كاليتي اللي عندك كل، لانه ما كانش انسان ما عندوش لي كاليتي كيما ما كانش انسان ما عندوش لي ديفو. عندنا في زوج، ابدا اول حاجه فتش على لي كاليتي تاعك، فتش على لي رياليزاسيون تاعك، واش قدرت نجحت في حياتك، واش قدرت درت حوايج، واش قدرت رياليزيت، هذو كل القاهم، ابدا فتش عليهم وبدا القاهم، اي بلوس تلقى فيهم هنا راك بديت تخدم على
تقديرك ديجا لذاتك، لانه تقدير الذات ولا كونفيونس ان سوا مربوطين ببعضهم، يعني كل واحد فيهم يكمل الاخر، وما يقدرش واحد فيهم يكون والثاني ما يكونش. ابدا لقى هذه الاشياء الايجابيه تاعك، وفي نفس الوقت شوف الاخطاء تاعك، عندك دي مونك، عندك عيوب، هذا شيء طبيعي. من بعد هذا لي مونك ولا هذه العيوب ولا هذا لي ديفو ولا لكن نقدر نكوريجيهم، سي بيان، نبدا نلقى لهم في حلول ونكوريجي. مثلاً كاينين لي هكذا الله غالب، هذو حوايج اللي كاينين في الانسان، هنا نبدا نتقبلهم. هنا يجي تقبل الذات اللي هو لا كلي تاع الراحه النفسيه وتاع ليستيم دو سوا. نتقبل ذاتي ونتقبل واش فما الحوايج اللي فيها اللي انا راني شايفتهم عيوب، لان في بعض الاحيان كاين اشياء نقدروا حنا نشوفوها عيب الوغ كو هي راهي كي بالك شراي تفيدني وراهي كي ما فيهاش حاجه يعني كبيره ولا عيب كبير. نقطه اخرى اللي تعاون باش تزيد لك لا كونفيونس في نفسك، اوزي فوز اكسبريمي، اوزي اكسبريمي فوز ايموسيون، يعني عبر، عبر على واش راك حاس، عبر على الاحاسيس اللي راه ما كي عندك، ما تخافش من رده فعل تاع الاخر، كون انت هو فقط. احنا كي نهضروا ولا كي نعبروا ولا نعرفوا الطريقه، من الباقي عبر على احاسيسك، عبر على وجهه نظرك، اهدر وتقبل راي الاخرين، اتقبلوا وفي نفس الوقت ديتاشيفو ليبيريفو، تحرروا من لي زافي تاع الناس، رايهم فيك، رايهم فيك يخصهم هما ما يخصكش انت، انت تعرف روحك، هما دركا على حسب كيفاش راهم يشوفوا الحاجه، احنا ما نشوفوش كل من نفس الزاويه، كل واحد يشوف على حسب الزاويه اللي تريحه، على هذه يقدر ما تعجبوش ولازم نحطه في راسنا. من الطبيعي اننا ما نعجبوش الناس، من الطبيعي ما نعجبوش الناس كل، ما يتقبلوناش الناس كل، ما نريحوش الناس كل، هذا شيء طبيعي 100%، لانك لو كان تحاول ترضي الناس كل بلكش العكس، هنا وين كل رايحين يروحوا عليك. على هذه من هذه النقطة نروحوا النقطة اللي وراها واللي هي مهمة بزاف، هي لو فات داتخ انتاغر، يعني تكون انت هو، كون انت هو الشخص تاعك، ديت سكو فو بونسي، اللي تخمم فيها قولها، اي لو بلوز امبورطون فات سكو فو ديت، كي تقول الحاجة ديرها، توني فو بروميس، كي توعد طبق ولا نفذ. ما تقدرش ما تمدش الوعد في البداية، لأنه هذه تخليك تروح لك ثقتك في نفسك. أنت لما ما تحترمش هذاك الوعد تاعك، أول حاجة، لأن احنا نقدروا نكذبوا على الناس كل إلا على نفسنا، وأول واحد راح يشوفك باللي راك ما تقدرش وباللي راك ما تحكمش في كلمتك هي نفسك، وهنا سي نورمال من بعد مش راح تكون كاينه ثقه، لان يبدا يخلق هذاك الخلل ويبدا يتخلق الخوف، وباللي الافكار السلبيه بلي راك ما تقدرش بلي راك ما تعرفش. في نفس الوقت اونوري فوز انغاجمون، كونت فوز انغاجي كمل للاخر وديرها على اكمل وجه، هذه ماكش دير فيها على جلت الناس، راك دير فيها على جلتك، بلوس فو الفات بلوس يعطيك ديجا انت ما تحس إحساس تاع فخر ولا إحساس تاع راحة ولا هذاك الإحساس راهو يزيد في لا كونفيونس تاعك في نفسك. لهذه في لانتيغريتي كاين لو فات دو فير سكو ندي، كاين لو فات دو تونير لي بروميس، كاين لو فات دونوري لي زونغاجمون، اي ان ميم طون ديت فو دايما دايما قول لروحك بلي لازمتلي نكون انسان صالح، لازمتلي نكون انسان جوست، انسان حقاني. قولهم لروحك، بلوس تقولهم وتطبقهم بلوس لا كونفيونس تاعك في نفسك تزيد. نقطه اخرى ثاني اللي تعاوننا بزاف باش نزيدو لا كونفيونس اون نو ميم، سي ديفيتي دو نو كومباري او زوتر. حاب تزيد ثقتك في نفسك، حبس ما تقارن نفسك مع الاخرين، بلوس تقارن بلوس تفقد ثقتك، لانه فقط يعني الشيء البسيط احنا ماناش كل كيف كيف، وكيما قلنا عندنا حوايج ملاح وعندنا حوايج مش ملاح كيما الناس الكل. انت كي تبدا تقارن مادام دخلت في المقارنه اكيد راح تبدا تشوف واش عندهم وما عندكش، هذاك اللي عندهم انت مش راح يفيدك، وتبدا تحس انت بالنقص، والفتح تحس بالنقص رايح تبدا تفقد ثقتك في نفسك وفي نفس الوقت تقديرك لذاتك. نحبسوا
لا كومباريزون ولا هذه المقارنه لانها غالطه. يعني اي انسان يدخل في المقارنه سواء نفسه ولا الناس الاخرين مع اي كان، هنا راهو كيرتكب خطا في حق نفسه وفي حق الاخرين. المقارنه نون سولمون تنحي لك ثقتك في نفسك وتزيد تخلق لك احاسيس اخرى سلبيه مثل الغيره، مثل الحقد، مثل احاسيس اللي رايحه تضرك اكثر مما تنفعك. وفي الختام رايحين نشوفوا نقطه اللي مهمه بزاف وتعاون على الثقه في النفس وعلى اي احساس ايجابي يكون عندنا. هذه النقطه هي لا ريكونيسونس، يكون الانسان يعترف بالجميل تاع الناس عليه. اول حاجه يا بعد يكون انسان ريكونيسون انفير ديو، انفير الله سبحانه وتعالى. الانسان هذا يحمد ربي، تكون هذيك لا غراتيتود تاع واش عطالو ربي الكل، يحمد ربي ويكون فايق واعي لهذه الاشياء اللي عنده الكل اللي ربي سبحانه كرمه بها. هذه قد ما تكون كاينه هذه لا ريكونيسونس قد ما تعطي لك راحه وقد ما تخليك تفيق لواش عندك باش تزيد ثقتك في نفسك. ثاني حاجه لا ريكونيسونس انفير لي زوتر، الناس واحد كيدير لك حاجه، واحد كيعاونك في حاجه، واحد ولو كان قال لك كلمه طيبه ولا سوي ريكونيسون، ما تكونش انغرا، ما يكونش الانسان جاحد ما يقدر حتى حاجه توصل له. سوي ريكونيسون من جهه نفسك، هذه نفسك راهي تبذل مجهود، راهي كيدير حوايج، كون ريكونيسون ماشي عشاك فتلوم فيها، ما تركزش خلاص على واش دير واش تعطي لك واش يتعاون فيك وتركز لها غير على الاخطاء تاعها، تركز لها غير على الحوايج اللي ما عرفتهمش، تركز لها غير على وين ما قدرتش. كون معها انديلجون اي كون معها ريكونيسون، والعكس اشكر نفسك على كي تدير حوايج وتقدر على دير حوايج، لانه هنا رايحه تكون واعي علاش ديرها، مش برك هكذاك سي با واحد يقول لك انا مهبول قاعد نشكر في روحي، لا، لانه وانت دير هكذا معناتها راك تبرمج في اللاوعي تاعك باش يكون فايق لي شوز اللي عندك، فايق واش درت لي رياليزاسيون تاعك، فايق واش عندك كل، وبلوس راك فايق لهم بلوس ثقتك في نفسك راح تزيد اكثر واكثر. نتمنى ان شاء الله باسي على براتيك، وكيما قلت في ليبيزود اللي فات مش تطبقهم كلها في فرد نهار تبدا فيهم الكل، خير وحده ولا زوج وابدا اخدمها على سمانه ولا زيد لها نقطه وحده اخرى ولا زوج وزيد ابقى تخدم فيهم. رايح من جهه تبدا ثقتك في نفسك تزيد اكثر واكثر، ثقه في النفس اللي هي مفتاح يعني تاع النجاح تاع الانسان، وتبدا في نفس الوقت ثانيتك تغير في حياتك، تبدا تتعلم كيفاش تواجه المشاكل تاعك، كيفاش تلقى لهم الحلول وكيفاش تحط هذه الحلول في ارض الواقع فوزيتيليزي واش عندك كوم مويان، وبهذه الطريقه يكون التغيير الايجابي بدا في حياتك. ان شاء الله يكون ليبيزود فاتكم ويفيدكم في لافينير ان شاء الله يا ربي. اي جو رميرسي بور فوتر ايكوت اي فوتر سويفي. سي فوز افي توجور دي كيسيون ولا انا نحب بزاف لو كان في لي كومونتير تاعكم، سي لا كان كاين دي كيسيون ولا لا كان تحبوا تطلبوا دي سوجي حابين نهضر فيهم ولا سام فرا فريمون بليزير. ميرسي انكور اون فوا، سويي بوزيتيف، سويي فو ميم، اي او بروشان ايبيزود يحيينا ربي ان شاء الله. بالسلامه.